أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه قتلوه أو حرقوه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم العزيز الحكيم. إنه هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.